وياي جان سلامتكم. الله يصحب دينك ويطول عمرك. في ختام هذه الحلقة إن كان ما عليه ما عليه بيض الله وجهك. في ختام هذه الحلقة نشكر مشاهدتكم ونشكر إنصاتكم وإعطائنا الفرصة، وكذلك نشكر ضيوفنا الأكارم أخوي أبو حسن علي بن صامل وأخوي أبو خالد عايض الحربي وأخوي أبو محمد غرمان العمري وأخوي أبو عبد الله صالح الحمد وأبو صالح نايف الحربي وأبو مانع اللي راح وخلانا في الكنترول، ونقول لكم اللي شكرناه أو نسيناه فلها العذر منا. اقعدوا بالعافية على قولة أبو سليمان، في أمان الله.